اهلا بيكم، مع ريان عياد من قناه باحث علمي متميز. النهارده هنكمل تاني امتحان من سلسله امتحانات التوفل واجاباتها. احنا قبل كده وضحنا وقلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان هما 7 امتحانات. خلصنا المره اللي فاتت شرح اول امتحان اللي هو البري، وقلنا بنجيب الامتحانات دي اصلا من كتاب لونج مان، ولو انت لسه ما حملتوش لغايه دلوقتي هحطه لك تاني في صندوق الوصف، تقدر تطبعه على هو كبير، هو 641 صفحة. انت مش هتطبع الكتاب كله، انت هتطبع بس الامتحانات. المرة اللي فاتت قلت ايه الورق اللي بيمثل امتحان البري، النهاردة هنقول الورق اللي انت هتجيبه من الكتاب بلونج مان اللي بيمثل لك امتحان البوست، علشان ما تبقاش معاك ورق كتير على الفاضي. احنا بنطبع فقط الامتحانات، تمام؟ طيب امتحان البوست هتجيب ايه، انهي صفحة وتطبعها؟ هتطبع صفحة 82 و83 و84 و85، دول بيمثلوا لك اول جزء في الامتحان هو الليسننج. وبعدين هتخش تطبع من صفحة 282 لغاية 233، ودول بيمثلوا لك تاني جزء في الامتحان هو الاستراكشر. بعدين تطبع من 324 ل 333، ودول اللي بيمثلوا الريدنج، تمام؟ طيب انا طبعت الورق وهبدا اذاكر تاني امتحان معايا هو البوست. طبعا المره اللي فاتت برضو وضحنا ان اول جزء بتلاقيه في الامتحان هو الليسننج، وعباره عن 50 سؤال، والاستراكشر 40 سؤال، والريدنج 50 سؤال، يعني كل الامتحان اللي انت هتلاقيه 140 سؤال. طيب قبل ما نبدأ أنا محتاجة أأكد تاني إن الفيديوهات دي معمولة لطلبة الماجستير والدكتوراه، اللي شهادة التوفل هي إحدى متطلبات التشكيل أو التسجيل للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه. يعني ممكن تكون أنت أصلا داخل الفيديو وأنت مش طالب ماجستير، لا، أنا الامتحانات دي، الأسئلة والامتحانات دي موجهة للشخص اللي بياخد شهادة التوفل من الجامعات علشان يقدمها في المجلس القسم بتاعه علشان يحصل على شهادة، ياخد شهادة التوفل عشان يقدمها للمجلس عشان تسجيله أو تشكيله، وليس لأي شيء تاني، تمام؟ الامتحان الخاص بدرجة الماجستير والدكتوراه ده امتحان ورقي وليس الكتروني، وقبل كده في فيديو منفصل خالص شرحنا شكل الامتحان وطريقة الحل والسكور المطلوبة في الدكتوراه والسكور المطلوبة في الماجستير. نبدأ مع بعض بقى. أول جزء في الامتحان هو الخاص بالليسننج. أول ما هتخش الامتحان هتلاقي بيدولك ورق زي اللي قدامك ده، هتبدأ تشوف في الليسننج أربع اختيارات A و B و C و D. الإجابة الصح هي اللي بتعمل عليها دايرة بالقلم الرصاص جامد أو بالقلم الأسود، تمام؟ دي طريقة الحل. طيب أنا بذاكر إزاي؟ زي ما وضحت لك قبل كده، حضرتك بتشوف وانت بتذاكر بتختار الإجابة الصح اللي أنا بشاور لك عليها دلوقتي، وبتترجمها وبتبدأ تقراها مرة واتنين بحيث ان هي دي اللي تلزق في ذهنك، ولما تخش الامتحان تلاقي 4 تشوز كده انت ما تعرفش، ما شفتهمش قبل كده، لكن شفت دي وعارف معناها فتروح معلم عليها، تمام؟ هي دي طريقة المذاكرة اللي تخليك ان شاء الله تحصل على اعلى سكور في امتحان التوفل، تمام كده؟ طيب انا بقول طريقة المذاكرة. طيب اول حاجة، اول سؤال هنا هنختار دي رقم واحد، هنختار دي معناه الاختبارات لم يتم تقييمها حتى الآن. رقم اتنين، سؤال رقم اتنين، هنختار الاختيار برضو رقم دي لمعناه تم تسليم تأشيرة مارسا بالفعل، تمام كده؟ مارسا استلمت التأشيرة بتاعتها بالفعل. رقم تلاتة، هتختار الاختيار ايه اللي معناه الأستاذ وصف ما يجب أن يفعله الطلاب، تمام. السؤال 4، هتختار الاختيار دي اللي معناه تشيك ده شخص يعني لا يبدو على ما يرام، تمام. يبقى انت هتختار الاختيار ده. شوف الجمل دي هتلاقيها في الامتحان، تقول أنا ولا عارف دي ولا عارف معنى دي ولا شفت دي قبل كده، لكن شفت دي وعارف معناها، تروح معلم عليها على طول نظرا لانك ذكرتها مرة واتنين وشفتها وعارف معناها، مترجمها، مش بتحفظ كده وخلاص، لا، انا مترجمها وعارف ان هي دي الاختيار الصح، معناها تشاك لا يبدو على ما يرام. سؤال رقم 5، هتختار الاختيار سي ومعناه انه مكلف جدا. السؤال رقم 6، هتختار الاختيار
دي معناه كل الدرجات التي حصل عليها أقل من سي أو سي، يعني حصل على سي تقدير سي أو أقل. طبعا A و B و C ده تقديرات الأشخاص، واحد بياخد A اللي هو امتياز و B اللي هو جيد جدا و C جيد. فهو بيقول إن كل الدرجات اللي حصل عليها سي أو أقل. تمام، السؤال رقم 7، هتختار الاختيار الأول اللي معناه كان موقف السيارات ممتلئة قبل الساعة 10. تمام، نخش بقى على السؤال 8، هتختار الاختيار سي اللي معناه هي تسوقت عند السجاد. تمام، راح تسوقت في القسم بتاع السجاد يعني. 9، هتختار الاختيار اللي هو بي اللي معناه في البنك. 10، هتختار الاختيار A اللي معناه جن ده شخص يعني، جن معتاد يزور سان فرانسيسكو في الأجازة. تمام كده، واحد اسمه جن أو جان يعني، خليها جان، عادة بيزور سان فرانسيسكو في الأجازة. طيب نخش على 11، تختار الاختيار الأولاني، هو يتمنى لو كان هناك شيء يأكله. تختار الاختيار ايه؟ هو يتمنى لو كان هناك شيء يأكله. السؤال 12، هتختار الاختيار سي ومعناه هي شافت يعني موافقة، هي موافقة ان حركة المرور صاخبة، هي موافقة ان فعلا حركة المرور صاخبة. تمام، سؤال 13، تعلم معايا في ورقك وترجم، وبعد ما تترجم تروح تبدأ بقى تذاكر الورق الإجابات دي فقط مترجمة. تمام كده؟ طيب السؤال قلنا رقم 13، هتختار الاختيار دي معناه جريدة الأخبار اليومية. السؤال 14، هتختار سي ومعناه الرجل لم يضيع الوقت، أو سوري الرجل ليس لديه وقت يضيعه. تمام كده؟ الرجل ليس لديه وقت يضيعه. طيب سؤال 15، هتختار الاختيار سي معناه هذا ممكن دائما. خلاص كده، هذا ممكن دائما. طيب نخش على السؤال 16، السؤال 16 هتختار الاختيار بي ومعناه هي اعطت فلوس الايجار. تمام كده، هي اعطت فلوس الايجار. السؤال 17، هتختار الاختيار A معناه الكيك جيد جدا. السؤال 18، هتختار الاختيار سي معناه هي قابلته بشكل غير متوقع، هي قابلت واحد قريبها بشكل غير متوقع، مش متفقين يعني. سؤال 19، هتختار الاختيار بي معناه من المحتمل ان تكون هي في القسم، من المحتمل ان تكون هي في القسم. تمام، السؤال 20، هتختار الاختيار بي معناه يجب على المستأجرين دفع الايجار اول الشهر، يجب على المستأجرين دفع الايجار اول الشهر. السؤال 21، هتختار الاختيار دي معناه احصل على سيارة متصلحة، يعني هتحصل على سيارة اتصلحت ومتجهزة. تمام، السؤال رقم 22، معناه هتختار دي طبعا. السؤال معناه ايه؟ مرسى يجب ان تبطئ، مرسى يجب ان ايه؟ تبطئ. طيب السؤال 23، هتختار الاختيار ايه ومعناه الطيارة اقلعت بعد وصوله، الطيارة طلعت اول ما هو ايه بعد ما هو وصل. طيب هنخش على السؤال 24، هتختار الاختيار دي ومعناه هو يعتقد انهم لا يملكون فلوس يعني للدفع. تختار الاختيار ايه؟ دي، هو يعتقد ان هم سوري السؤال 24، هتختار الاختيار دي معناه هو يعتقد ان هم لم يدفعوا. السؤال 25، هتختار الاختيار A ومعناه هو متحمس ماشي ان يترك وظيفته. السؤال رقم 26، هتختار الاختيار C معناه السيارة التي حصل عليها لم يتم فحصها في الاول. السؤال 27، هتختار الاختيار C معناه مستر درو اصبح رئيس في الوظيفة الجديدة او في المأمورية الجديدة.
تمام، هو أصبح هو الرئيس. تمام، طيب السؤال 28 هتختار الاختيار دي واللي معناه هي غضبانة جدا. طبعا الإجابات دي ممكن تتأكد اختياراتها من الكتاب ورا في الإجابات بتاعت الأسئلة دي، ولكن غير مترجمة، لكن أنا بترجمها لك. لكن لو أنت عايز تتأكد إن هي دي الاختيارات الصح، يعني بقول لك إن الإجابات في آخر الكتاب. سؤال 29 هتختار الاختيار دي ومعناه الأطباق لن تنتهي، أطباق يعني ما خلصتش. سؤال 30 هتختار الاختيار بي معناه هو لا يعرف إن العنب أرخص من الكريز، تمام كده. طيب السؤال اللي بعد كده رقم ده بارت بي، برضو هتلاقي في الامتحان كده بارت ايه وبارت بي. السؤال رقم 31 هتختار الاختيار بي، الاختيار بي معناه اذهب الى الحدث الرياضي، اذهب الى الدعوة الرياضية او الحدث الرياضي. السؤال 32 هتختار الاختيار سي معناه انها لعبة مهمة جدا. 33 هتختار الاختيار A معناه اللعب او العبه. طيب السؤال 34 هتختار الاختيار D معناه ربما في الاجازة القادمة، ربما في ايه الاجازة القادمة، ده ترجمة السؤال. فاضل السؤال 35 هتختار الاختيار A ومعناه القمامة التي تدور حول الارض. بعدين السؤال رقم 36 معناه هتختار طبعا الاختيار دي زي ما قدامك اهو، هتختار الاختيار دي معناه على برنامج التلفزيون او في برنامج التلفزيون يعني. السؤال 37 هتختار الاختيار بي معناه 3000 طن، 3000 طن مش نغمة ها، 3000 طن. 38 هتختار الاختيار سي معناه العلماء سوف يجدوا حل للمشاكل، هتختار الاختيار ايه سي. اوكي فاضل لنا احنا قلنا الليسننج كام سؤال، 50 سؤال. نخش على الباقي. 39 هتختار الاختيار بي معناه في منتصف الفصل الدراسي، في نص الفصل الدراسي، تمام كده ماشي معايا. السؤال 40 هتختار الاختيار سي معناه في بعد اسبوعين، معناه بعد اسبوعين او في خلال اسبوعين يعني. السؤال 41 هتختار الاختيار دي اللي معناه الكتب والجرايد على حد سواء او كل من الكتب والجرايد. طيب السؤال 42 هتختار دي معناه طبعا 7 اللي هي 7. سؤال 43 هتختار الاختيار بي اللي هو في الربيع، معناه في الربيع. السؤال 44 هتختار الاختيار ثانية اجيبه لك، هتختار الاختيار بي معناه ثابت الى حد ما ومعتدل. ترجمة السؤال 44 اللي هو بي معناه ثابت الى حد ما ومعتدل. سؤال 45 هتختار الاختيار بي معناه هم اتوا معظم الايام في السنة، هم اتوا معظم الايام في السنة. خش على السؤال اللي بعد كده 46 هتختار الاختيار A معناه استعد للرحلة او تجهيز للرحلة يعني. 47 هتختار الاختيار D معناه الادب الامريكي في القرن 19. بعدين السؤال رقم 48 هتختار الاختيار B اللي معناه جمال الديمقراطية الامريكية. السؤال 49 بقى هتختار الاختيار D ومعناه انه مجلد، تمام، من الشعر نما مع مؤلفه، يعني عمل ديوان من الشعر كده كبر مع نمو الشعر دوت، نما مع المؤلف. اخر سؤال معنا في الليسننج اللي هم 50 سؤال، سؤال 50 هتختار الاختيار بي اللي هي اغنية لنفسي، تمام كده اغنية لنفسي. تمام كده انا خلصت معاك اول 50 سؤال في الليسننج. تمام ننتقل للجزء الثاني في الامتحان وهو الاستراكشر، وده عبارة عن 40 سؤال زي ما قلنا. وفي الامتحان البوست دوت هنلاقي الصفحات من 228 ل 233 زي ما وضحنا من شوية. طيب اول جزء في الامتحان بيجيب لي جملة عادية كده وتبقى ناقصة كلمة او كلمتين وتبدأ تختار الكلمة المناسبة. نبدأ مع بعض كده. اول عبارة بيقول لحضرتك كوكب عطارد نقط دورات خلال كل رحلتين حول الشمس، هتختار الاختيار بي
والمقصود بيكمل 3 دورات، يعني بيلف 3 دورات خلال كل ما يعمل رحلتين للشمس، تمام كده بيلف 3 دورات. طيب السؤال رقم 2، السؤال رقم 2 الاختيار بتاعه الصح هو ايه؟ معنى بقى الجملة كده كلها على بعض، ما قبل التاريخ، ما قبل التاريخ اللي بيحصل، اللي حصل في مكان اسمه يوتاه. يوتاه ده الغرب بتاعه، تم تغطيته المكان ده او البلد دي اتغطى، الغرب بتاعه اتغطى بواسطة بحيرة اسمها بونوفيل، تمام كده. يبقى تختار الاختيار الاي، رقم اي اللي هو ما قبل التاريخ. طيب السؤال 3 بقى معناه بيقول لك الطيارة الهليكوبتر مالها قادرة على، قادرة على، هتختار الاختيار دي معناه ان هي قادرة على الطيران او تطير يعني فوق دورات كاملة من اول ما تبدأ في ساعة الصفر بتطلع للامام يعني، تمام. ده معنى الجملة رقم 3. الجملة الرابعة بيقول لك الحجر فينها، حجر اللازورد، حجر اللازورد ماله، هتختار اختيار ايه؟ لونه ازرق غامق، لونه ازرق غامق، تمام. سؤال رقم 6 بيقول لك متسلقين الجبال مالهم، هتختار الاختيار دي اللي معناها ان هما بيذهبوا الى التسلق لجبال ايفرست، تمام. يبقى تختار الاختيار دي. طيب السؤال اللي بعد كده موجود ده كله في صفحة 228. سؤال 7 بيقول لحضرتك ايه بقى؟ في العصر اللي قبل العصر الحجري كان بيحصل ايه؟ كان في حاجة بيقول لك نظام معروف باسم، هتختار السي معناها معروف باسم، معروف باسم ايه؟ نظام الكهف تحت الارض، نظام الكهف تحت الارض. سؤال 8 بيقول لحضرتك معظم المصطلحات العامية هي مجرد كلمات قديمة لكن بتعطي، بتعطي، هتختار الاختيار بي، بتعطي معاني، بتعطي لها معاني جديدة إضافية، تمام. السؤال 9 بيقول لحضرتك في سؤال 9 في ضفاف اسمه كارولينا الشمالية، الضفاف دي هي عبارة عن سلسلة من الجزر المنخفضة، خلاص، وتختار الاختيار بي اللي هو مصد، تبقى مصد كده بتقول له ان هو بتبقى زي مصد للعواصف الاطلسية المتكررة، تمام كده. ده الضفاف اللي اسمه كارولينا الشمالية. طيب السؤال رقم 10 بيقول لك في السؤال رقم 10 الطفل لما بيصل ل 18 شهر تقريبا بيبدأ في تجميع، تختار اول اختيار اللي هو هوين ماني ده، هو ميني، هوين ميني اللي بتقول عندما ايه بقى؟ يكون كلمتين لما يبقى عنده 18 شهر، ساعتها بقى بيقدر يكون كلمتين او 3 كلمات، خلاص كده. طيب السؤال 11 بيقول لك قصة الولد السيء دي رواية ذاتية للكاتب توماس بيلي تحتل المرتبة الأولى بين الكتاب الأمريكيين، فأنت هتختار الاختيار سي اللي هي المؤلفين الأمريكيين أو كتاب الأمريكيين، تمام. سؤال رقم 12، سؤال 12 بيقول لحضرتك إيه بقى؟ بيقول لك في بقعة، في بقعة في لوس أنجلوس مالها، هتختار الاختيار دي اللي بيقول لك اللي هي هناك آلاف الحيوانات، يبقى في بقعة في لوس أنجلوس هناك هتلاقي آلاف الحيوانات تم الحفاظ عليها في العصر الجليدي، تمام كده، في العصر الجليدي. طيب السؤال رقم 13 بيقول لحضرتك نقط استطاعت ايه؟ انها توفر لقمة العيش لنحو 90% من السكان المستعمرات الأمريكية، تختار الاختيار ايه اللي هو الزراعة، الزراعة وفرت لقمة عيش لنحو حوالي 90% من سكان المستعمرات الأمريكية. 14 بيقول لك هتختار الأول الاختيار بي، والاختيار بي ده معناه شجرة اسمها القبيب، القبيب دي بتبقى شجرة ناعمة
فبيقول لك معنى الجملة كلها: ليست شجرة القضيب الناعمة فقط، بل هي أيضا، يعني هي مش بس ناعمة، لا ده هي أيضا قد أقل قدرة على تحمل الرياح العاتية، يعني الرياح الشديدة هي برضو ما بتقدرش تستحملها، يبقى هي ناعمة وفي نفس الوقت غير قادرة على تحمل الرياح العاتية. طيب سؤال 15 في بارت A بيقول لحضرتك: هتختار الاختيار A اللي معناه مسام الجلد لما تكون مسام الجلد مغلقة مقفولة، يعني ده ما بيسمحش للحرارة ولا الرطوبة انها تخرج، تمام كده؟ لما تكون مسام الجلد مالها بلوكد، يعني مغلقة مقفولة، تمام كده؟ طيب ده كده احنا خلصنا البارت A في الستراكشر، تمام كده؟ نخش على الجزء التاني. بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله كده، بيجيب لك جملة طويلة وبيحط اربع خطوط كده تحت الكلمات، وبيقول لك انهي واحدة فيهم غلط، وتروح عامل دايرة بالاسود خالص على الكلمة الغلط. طيب لو انا عايز اعرف ليه بقى الكلمة دي بس الغلط مش الكلمات التانية، ده لو انت عايز تعرف ايه السبب وشرحه، فتبص بقى في الكتاب على السكيلز الموجودة فيه والمهارات اللي بتساعدك انك تفهم ليه الكلمة دي غلط والصح بتاعها ايه، تمام؟ انا بس هكتفي بان انا هشاور لك على الحاجة الغلط. طبعا انت في الامتحان هتلاقي الجملة كده زي دي بالظبط، او هي وتعمل عليها دايرة على البي، بس تعمل دايرة على السي، مش مطلوب منك انك تكتب الصح، ده انا بس كاتبه لك عشان تبقى فاهم هو ليه غلط، عشان الصح بتاعه. يعني مثلا السؤال 16 الكلمة الغلط هي بي، ليه؟ لا مش شورت، المفروض شورتر، تمام؟ عايز تعرف ليه بقى، يبقى شوف بقى القاعده اللي بتقول الصفه فيها اي ار وزان، الكلام ده كله موجود في السكيلز، تمام؟ لكن مش هنشرحه على طول. بقى السؤال 17 الكلمه الغلط سي، المفروض تتحط لها اس، الكلمه يتحط لها اس. سؤال 18 الكلمه الغلط هي دي، المفروض تبقى زم مش زي. سؤال 19 المفروض الكلمه الغلط هي رقم سي، مفروض تبقى جذرد فيها اي دي مش جذر. طيب السؤال 20 مفروض يبقى الغلط هو بي، مفروض مش هاف تبقى هاد. نكمل السؤال 21 الغلط في دي اللي هي اند، مفروض تبقى اور. طيب السؤال رقم 22 بيقول لحضرتك يوزد دي غلط، مفروض تبقى بي يوزد، تمام؟ يبقى الاختيار دي. سؤال 23 المفروض الغلط هو رقم دي، مفروض تبقى هاز مش هاف، تمام؟ طبعا انت لو ركزت كده تلاقي ان الكلمة اللي قبليها مفرد فيتاخد هاز كده، يعني الحاجات بتاعت زمان، لكن عايز تفهم كل واحدة يبقى عليك وعلى سكيلز بقى. طيب السؤال 24 هنختار الاختيار دي مش زير، مفروض اتس. طيب السؤال 25 المفروض الاختيار بي هو اللي غلط، مش ان، مفروض تبقى اوف، لان دايما كونسيست بتاخد اوف اوف، اوكي اوف. طيب السؤال 26 الاختيار بي هو اللي غلط، مش appear appearance appearance appearance، اوكي هي المفروض تبقى appearance. طيب الاختيار 27 الاختيار ايه هو اللي غلط، لان المفروض ما تبقاش alike، مفروض تبقى like. اللي بعده 28 الاختيار بي مش amount، لا هتبقى number. السؤال 29 مش was هتبقى where، تختار الاختيار سي. السؤال 20 برضو هتختار الاختيار بي هو اللي غلط، مش will لا هي would. طيب السؤال 31 هتختار الاختيار دي، لان الصفة ما بتحطلاش ال واي، لا هتشيل ال واي دي، هتبقى operational مش operationally، تمام؟ السؤال 32 هتختار الاختيار سي، لان الكلمه دي المفروض يتشال منها الاس، ومعناها تقريبا نيزك، تمام؟ حديد نيزكي يعني، اوكي كده. طيب نكمل مع بعض. السؤال رقم 23 السؤال رقم 23 هتختار الدي اخر كلمه، المفروض تتحط قبليها ان 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 وحرف A كمان، تمام؟ السؤال 34 هتختار الكلمة اللي فيها بي، الاختيار بي سوري، هتبقى extended صح، بس عايزة لها from، خلاص؟ يبقى هي ناقصة لها كلمة فتبقى غلط،
صح، هتختار الاختيار ب. 35 هتختار الاختيار A، مش did هتبقى made. طيب فاضل لنا 5 أسئلة ونخلص الاستراكشر، عشان الاستراكشر 40 سؤال. 36 هتختار الاختيار B، عشان بس مش هتحط on، مفروض تبقى A، letter A بس. طيب سؤال 37 نفس الحكاية، C هي اللي غلط، تبقى shorter مش short. سؤال 38 الفيرب المفروض تختار الاختيار A، ليه؟ لان الفيرب ده المفروض يتحط له ED مش ING. الاختيار السؤال 39 هتختار الاختيار D، ليه؟ لان الكلمتين دول المفروض يبقوا بالعكس، ايسلاند زي ايسلاند المفروض هي الاول وبعدين الصفة. اخر سؤال بقى اللي هو هتختار الاختيار A، مفروض مش الفيرب بس في ED، لا ده مفروض have been والفيرب في ED. تمام كده، كده انا خلصت معاك الاستراكشر في امتحان البوست. ننتقل بقى للجزء الثالث وهو الريدنج، وزي ما اتفقنا قبل كده بتخش في الامتحان تلاقي 5 باراجرافات، كل باراجراف عليه 10 أسئلة. طبعا ما فيش وقت خالص انك تترجم الباراجرافات ولا تترجم الأسئلة يعني، فأفضل شيء انك اصلا تكون واخد فكرة عن الباراجراف في المذاكرة وعارف هو بيتكلم في ايه، وتكون عارف الأسئلة برضو معناها ايه والإجابة على طول. تمام كده، نبدأ مع بعض كده. في اول باراجراف معانا هو بيتكلم عن ايه؟ اول باراجراف معانا بيتكلم عن السبرين، بيقول لك شويه معلومات كده عن الاسبرين، ان الاسبرين بيعود اصوله الى سنه 1758، وبيقول لحضرتك ان في واحد اسمه ستون ادوارد، ده رجل انجليزي لاحظ نكهه مريره مميزه في لحاء شجره الصفصاف، وبعدين اجرى تجاربه واثبت من خلال التجارب ان لحاء الصفصاف المسحوق ده بيساعد في تخفيف الالم والاوجاع. وبعدين راح جم شويه علماء ايطاليين واخدوا المادة الفعالة المسؤولة عن السبرين، وهو اللي موجودة في لحاء الصفصاف اللي هي المادة دي اسمها السيليسين الكيميائي، وده المكون النشط للسبرين، وبعمل بقى يقولك شوية حاجات عن السبرين. المهم نخش بقى عليه عن أسئلة الفقرة. أول حاجة السؤال الأولاني بيقولك وفقا للفقرة السابقة الإسبرين ماله، هتقول الاختيار رقم ايه اللي هو في موعد لا يتجاوز عام، يبقى هي نشأت الاصل بتاعها لسنة 1758. السؤال الثالث بيقول لحضرتك يمكن ان نستنتج مما سبق ان لحاء الشجر ايه ماله لحاء الشجر، تختار الاختيار دي اللي معناه كان يستخدم قديما قبل الاسبرين، يستخدموه زمان قبل الاسبرين، يستخدموا لحاء شجرة الصفصاف. بعد كده بيقول لحضرتك في السؤال الثالث بيقول لك الضمير it اللي موجود في السطر الخامس بيشير الى ايه، تختار الاختيار B وتقول له بيشير الى لحاء الصفصاف. تمام، سؤال رقم 4 بيقول لحضرتك كلمة properties الموجودة في السطر الخامس بتشير الى، تختار الاختيار C اللي معناه برضو الخصائص. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك سؤال 5 بيقول لك ماذا كان شكل لحاء الصفصاف قبل ما يستخدمه ستون ادوارد في تجاربه، قبل ما يعده كان شكله ايه؟ كان عبارة سي اللي احنا لسه قايلينها عبارة عن بودرة، بودر خام. طيب السؤال اللي رقم 6 بيقول لحضرتك الكيميائيون الايطاليون المذكورين في الفقرة السابقة اجروا دراساتهم على لحاء الصفصاف، اجروا الدراسة بتاعتهم امتى؟ تقول لهم في سنة 1780. سؤال 7 بيقول لحضرتك ايه هو الصحيح في الفقرة السابقة عن 2 أشخاص اتقال عنهم، اول واحد اسمه بروجناتل والتاني فونتانا، مين دول؟ هتختار الاختيار سي وتقول هما الطلاب الذين اجروا تجربة لحاء الصفصاف. بعدين السؤال الثامن بيقول لحضرتك كلمة براير اللي في السطر ال 14 ممكن نستخدم، هي معناها قبل، نبدلها مكان كلمة ايه مكان بيفور اللي هي برضو معناها قبل، يبقى نختار الاختيار بي. سؤال بعد كده سؤال 9 بيقول حضرتك كلمة turn اللي هي معناها تغيير اللي في السطر 15 ممكن برضو نستبدلها مكان كلمة ايه، هتختار مكان كلمة change الموجودة في الاختيار سي معناها تغيير برضو. بيقول حضرتك سؤال 10 اين نجد الفقرة اللي بيذكر فيها المؤلف المركب العلمي
اللي بيكون الاسبرين موجودة فين؟ هتلاقيه في السطر الاتناشر والتلاتاشر، بتختار الاختيار دي. تمام، نخش على الفقرة التانية. برضو الفقرة التانية مفيش وقت انك تترجمها كلمة كلمة في الامتحان، فأول ما تشوفها تقول ايه ده، دي بتتكلم عن واحد اسمه هيرمان ميفيل. هيرمان ميفيل ده برضو ميفيل ده المفروض برضو تعرف عنه فكرة كده سريعة. بيقول لحضرتك ان ده عبارة عن شخص معروف اليوم برواية شهيرة خالص اسمها موبي ديك، كان اكثر شعبية خلال حياته لبعض اعماله، كان مشهور باعمال تانية غير موبي ديك دي، سافر كتير واستخدم المعرفة اللي كان بياخدها من الرحلات كأساس لرواياته اللي بدأت سنة 1837، وبدأ الحياة ان هو يكتب سنة هو كان عنده 18 سنة. وشوية بقى معلومات عنه ونخش على الأسئلة. أول سؤال بيقول لحضرتك في الموضوع الأساسي في الفقرة السابقة، إيه الموضوع الأساسي؟ هتختاروا الاختيار بي اللي معناه شعبية رواية ميشيل أو سوري ميفيل، الشعبية بتاعت الروايات بتاعته. طيب بعد كده السؤال 12 بيقول لحضرتك وفقا للفقرة روايات ميفيل اللي عملها في وقت مبكر مالها؟ هتختاروا الاختيار دي اللي معناه كانت مبنية على رحلاته، مبنية على رحلاته. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك في أي عام ظهر كتابات ميفيل عن خبرته وهو صغير، خبراته بقى اللي هو لما كان صبي، لما كان صبي في السفينة، إيه حطها امتى، ظهرت امتى؟ سنة 1849. تمام كده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك كلمة بيزك اللي موجودة في السطر الخامس هتلاقيها فين؟ هتلاقيها معناها سوري الكلمة دي ممكن نستبدلها او معناها ايه من الاربع كلمات دول، وتختار الاختيار ايه معناه فونديشن اللي هو الاساس. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول لحضرتك في الفقرة السابقة ميفيل ظل في مكان اسمه تهيتي، تمام، ليه فضل في المكان ده؟ هتختار الاختيار ايه؟ هتقول لانه اصلا ترك السفينة بشكل غير رسمي. تمام كده، هو اصلا مشي من السفينة بشكل غير رسمي. بعدين بيسأل حضرتك وبيقول لك الحتة في السؤال 16 بيقول لك فرجاتا اللي موجودة في السطر الثامن كان بيقصد بيها ايه؟ هتختار الاختيار بيه، كان يقصد بيها سفينة. السؤال 17 بيقول لحضرتك كيف اثر نشر مودي ديك، احنا لسه موبي ديك اللي احنا لسه قايلين ان هي رواية عملها ميفيل، دي اثرت ازاي في شهرته؟ هتقول له الاختيار سي، لا هي اول ما عملها ما كانتش مسببه له شهرة خالص، بل العكس ان هي قللت من شهرته، خفضت من شهرته. تمام كده. طيب ده الاختيار سي. السؤال اللي بعد كده سؤال 18 بيقول لحضرتك وفقا للفقرة السابقة تعتبر موبي ديك مالها؟ هتقول له دي، هتختار الاختيار دي معناه ايه بقى؟ ان هي رمز للبشر الذين يحاربون البيئة. تمام، هي كانت بتتكلم عن كده البشر اللي بيحاربوا البيئة. بعد كده السؤال اللي بعد كده سؤال 19 بيقولك الكلمة دي اللي موجودة في السطر 15 ممكن معناها ايه؟ معناها تغيير، تختار الاختيار بي اللي هي change. تمام كده، هي كلمة اسمها metamorphosis، اوكي معناها تغيير. السؤال اللي بعد كده سؤال 20 بيقول لحضرتك على الأرجح هذه الفقرة هتفيد مين اللي يقروها، مين بيكونوا بياخدوا كورس ايه؟ هتختار الاختيار ايه؟ هتختار روايات القرن التسعتاشر، لما ييجوا ناس يدرسوا روايات القرن التسعتاشر تروح يجيبوا بقى الروايات بتاعة ميفيل. اوكي، بعدين نخش على السؤال اللي بعد كده او الفقرة اللي بعد كده. فقرة بعد كده فقرة جميلة خالص، بتتكلم عن الأوزون. طبعا في أول سطر احنا لسه قايلين احنا بنشوف أول كلمتين كده عشان نعرف الموضوع، لا هو كلمة الأوزون بقى مش موجودة هنا في أول سطرين، لكن موجودة الأشعة الكهرومغناطيسية. تمام، بعدين بيقول لك بتنبعث بقى من الشمس، بيقول لك انه على الرغم من ان في نسبة ضئيلة من الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تنبعث بواسطة أشعة الشمس،
إلا أن الكمية اللي بتنبعث تكفي لإحداث ضرر شديد. من المفرح بقى أن كل أشعة الشمس فوق البنفسجية لا تصل إلى الأرض بسبب طبقة الأوزون زي ما كلنا عارفين. وبيقول لك بقى طبقة الأوزون دي بتتكون من 3 ذرات من الأكسجين، وبيشرح لك شوية حاجات عن الأوزون. نخش بقى على الأسئلة. سؤال 21 بيقول لحضرتك: وفقا للفقرة السابقة، الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، تختار الاختيار بي وتقول له هي فقط جزء من أشعة الشمس الكهرومغناطيسية. طيب السؤال 22 بيقول لك الكلمة اللي هي encircling معناها ايه؟ هي معناها محوط، جاية من سيركل اللي هي دايرة. هتختار الاختيار دي اللي معناها برضو إحاطة، ماشي، surrounding. طيب السؤال اللي بعد كده 23 بيقول لحضرتك: وفقا للفقرة السابقة، طبقة الأوزون مالها ايه؟ انهي جملة تنطبق عليها؟ تختار الاختيار سي، مالها طبقة الأوزون؟ هي بتحمي الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية زي ما عارفين طبعا. السؤال اللي بعد كده 24 بيقول لحضرتك: مركب الأوزون ماله؟ اختار الاختيار بي، بيحتوي على 3 ذرات اكسجين، فهو يعني بيحتوي على ذرات اكسجين اكثر من الاكسجين نفسه، تمام كده. سؤال 25 بيقول لك: كلمة فري اللي موجودة في السطر العاشر مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها غير مرتبط، اللي هي سي دي، اللي هي unconnected، غير مرتبط، ماشي. سؤال 26 بيقول لحضرتك: الأشعة فوق البنفسجية بتسبب ايه لجزيئات الاكسجين؟ بتسبب لها ايه؟ طبعا بتعمل لها تجزئة، بتجزئها او بتعمل لها اعادة تغيير للمكونات بتاعتها، فتختار الاختيار سي، تمام، مقصود بيها اعادة التكوين او بيغير مكوناته، تمام كده، بتتفكك. سؤال 27 بيقول لحضرتك: كلمة ايت الموجودة في السطر 13 مقصود بيها ايه؟ هتقول له الاختيار ايه، مقصود بيها الاشعة. سؤال 28 بيقول لحضرتك: الكلمة دي اللي موجودة في السطر 16 مقصود بيها ايه؟ هي مقصود بيها الكلمة دي المذنب. هتختار الاختيار ايه ومعناه المذنبون، ناس الجناة يعني. السؤال 29 بيقول لحضرتك: وفقا للفقرة السابقة، ما حدث، ماذا يحدث عند تفاعل جزيء الكلور مع جزيء الاكسجين؟ هيحصل ايه؟ هتختار الاختيار بي، هتقول له هيجي هينتج لنا بقى جزيئات، جزيئين مختلفين خالص، تمام، اخترنا بي. السؤال 30 بيقول لحضرتك: وفقا للفقرة برضو السابقة، اين نجد المؤلف بيقول لنا على الاضرار اللي بتسببها لنا او بيسببها لنا الكلور، فين الكلام في انهي فقرة؟ هتقول له في السطر 20 لـ22، الاختيار دي. اخر سؤال معانا في الفقرة دي بيقول لك: فين الباراجراف اللي ناقش، ها، فين الباراجراف، سوري، الباراجراف اللي السابق دوت بيناقش لنا ايه؟ هتختار له الاختيار ايه، ناقش لنا النتائج السلبية عن دورة تدمير الاوزون. دورة تدمير الاوزون هو بيقول لنا النتائج بقى السلبية بتاعت دي الفقرة السابقة، تمام، ناقشت كده، تختار الاختيار ايه. نخش على الفقرة الرابعة. الفقرة الرابعة بتتكلم عن القياسات غير المترية. واحد يقول لي ايه القياسات الغير مترية؟ طبعا احنا عارفين المتر والسنتيمتر دي اسمها قياسات مترية، اما القياسات الغير مترية لما يجي واحد يقول لك ده شبر، ده ربع شبر، ده طول راجل، لا، دي قياسات اسمها قياسات غير مترية، لا مترية، تمام. نخش نشوف بقى اول سؤال. يعني ناخد فكرة كده عن القياسات اللامترية. بيقول لحضرتك: يبدو من الوهلة الأولى أن عدد من القياسات غير المترية المستخدمة بشكل رائع، سوري، بشكل شائع، تفتقر إلى المنطق الوضوء الواضح، يعني ما فيش منطق واضح. النظام المتري ليه قياساته، قياساته الدقيقة، ماشي بقى بالعشرات ومضاعفات العشرات. القياسات المترية بقى عمالة تتطور مع مرور الوقت، وبيقول لك بقى أن الناس بتستخدم الطرق يعني او مصطلحات مش طبيعية، يعني مش ملهاش لازمة، استخدمها الرومان. من اشهر الكلمات دي تيرم فوت، تيرم فوت دي عشان يوصف اعضاء جسم الانسان، يقول لك ده تيرم فوت،
على جزء من اجزاء جسمه، هم بقى فاهمين الموضوع ده. واحنا كمان عندنا مثلا يقول لك ده طوله شبر مش عارفه ايه، ده طول طول العماره، ايه فين القياس؟ مفيش، ده كلام كده مرسل، دي اسمها قياسات غير متريه. تعال اشوف كده اول حاجه في الاسئله. بيقول لحضرتك الفكره الرئيسيه للفقره هي ايه؟ ايه الفكره الرئيسيه في الفقره السابقه دي؟ طبعا هنختار الاختيار سي، معناه هو بيشرح لك المفاهيم البسيطة والأساسية عن القياسات اللامترية، بيشرح لك المفاهيم البسيطة والأساسية، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده 33 بيقول لك تيرم فوت اللي احنا لسه قايلينها دي اللي استخدمها الرومان كانوا مالها يعني؟ هتختار الاختيار بي اللي معناه لا يعتبر معيار او شيء يعني نقيس بيه، تمام كده؟ لا يوجد معيار للقياس، تمام؟ طيب سؤال 34 بيقول لك الكلمة اللي اسمها فيجوالايز هي عبارة عن ايه؟ معناها ايه؟ هتختار الاختيار ايه؟ هتقول له ان هي صورة ذهنية، معناها صورة ذهنية. طيب 35 بيقول لك المصطلح اللي اسمه تيرم يارد ماله؟ هتختار الاختيار دي، تمام؟ تختاروا الاختيار دي معناه مقياس سرعة، تمام؟ تيرم يارد ده مقياس للسرعة، وبيستخدموه قبل كده، كانوا بيستخدموه قبل استخدامهم لكلمة تيرم فود، يبقى قبل ما يقولوا تيرم فود كانوا بيستخدموا كلمة تيرم يارد، مقصود بقى برضو بيها مساحة كده بنقيس بيها الفناء والحاجات الواسعة بالتيرم يارد ده، تمام؟ وبعدين بقوا يستخدموا بقى التيرم فود. طيب ايه تاني؟ بيقول لحضرتك الكلمة دي اللي موجودة في السطر العاشر ممكن نبدلها ونحط مكانها ايه من الكلمات دي؟ تختار الاختيار سي معناها عرض او على نطاق واسع يعني. طيب السؤال اللي بعد كده 37 بيقول لك انهي عبارة غير صحيحة في العبارات دي مش موجودة في الفقرة؟ هتختاروا الاختيار بي وهي بيقول لحضرتك ان كلمة ميل دي كلمة لاتينية ليها نفس معنى الكلمة الانجليزية مايل، لا دي مش موجودة اصلا في الفقرة، تمام؟ فالكلمة دي غلط. نشوف بقى اخر اسئلة. السؤال 38 بيقول لك نات اللي موجودة في السطر 16 ده عبارة عن ايه؟ ده مقياس للسرعة. السؤال 39 بيقول لحضرتك يتضح من الفقرة السابقة ايه؟ هتختار الاختيار ايه اللي معناه يتطلب القياس بالعقدة معلومات عن المسافة والوقت. من ضمن الفقرة موجود كلام عن العقدة، تسمعوا عنها 30 عقدة في الساعة ومش عارفة ايه، ده برضو قياس من القياسات الغير مترية. محتاجين نعرف المسافة والوقت مقصود بها ايه، المسافة والوقت بنحدده بالظبط للعقدة دي. طيب سؤال 40 بيقول لحضرتك الفقرة ناقشت أمثلة عن قياسات مبنية على أجزاء الجسم، فين الفقرة دي اللي بتتكلم عن إن إحنا لما بنقيس أجزاء الجسم بنستخدم قياس غير متري؟ هتلاقيه في الفقرة التانية، تمام؟ نخش على آخر فقرة، أنا بساعدك بس تذاكر إزاي الفقرات، تحفظ الأسئلة وإجابتها، تمام؟ الفقرة الأخيرة تتكلم عن واحد اسمه فورت فيس. الفقرة الأخيرة بقى الباراجراف الأخير بيتكلم عن واحد اسمه فورت جيفريسون. فورت جيفريسون دوت بيقول لحضرتك في بداية الفقرة كده في أوائل القرن 19 قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إنها بتحتاج لنظام لحماية السواحل بتاعتها، فبدأت ببناء سلسلة من الحصون على طول الساحل الشرقي للبلاد، وكانت أكبر هذه الحصون هو حصن لواحد اسمه جيفريسون الذي بدأ سنة 1846، بنوا الحصن ده 1846. هذا الحصن بني على أحدى تجمعات جزر سماليف المرجانية، وكان يعتقد أنه له أهمية استراتيجية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة نظرا لموقعه عند المدخل خليج المكسيك. وبدأ بقى يشرح لك بقى حاجات عن الحصن دوت، وانه كان ضخم وكان شكله سداسي الشكل، وكان ليه جدران سميكة سمكها 18 قدم،
وبيحيط بيها خندق مائي وهكذا بقى. بيتكلم عن الحصن دوت وبيتكلم عن الشخص اللي اسمه فورت جيفسون. تمام كده. طيب نخش بقى على الأسئلة عشان يبقى كده احنا خلصنا امتحان البوست. نخش بقى على السؤال 41، بيقول لحضرتك الفقرة بتتكلم بشكل رئيسي عن ايه؟ تختاروا الاختيار بي، هتقولوا عن سلسلة من الاحداث لحصن واحد اسمه فورت، عن حصن اسمه فورت. طيب سلسلة من الاحداث لفورت. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لك كل العبارات صحيحة عن فورت جيفسون ما عدا مين؟ ما عدا العبارة سي. العبارة سي معناه ان هو في وسط خليج المكسيك. انا لسه قايله ان هو في بداية الخليج. طيب الكلمة سؤال 43 بيقول لحضرتك الكلمة دي اللي موجودة في السطر التاسع معناها ايه؟ هو معناه ده معناها كلمة سداسي الشكل، فتختار له الاختيار ايه اللي هي سايد سكس سايدد، ست جوانب. تمام كده. نخش على السؤال 44، بيقول لحضرتك كلمة ات الموجودة في السطر 11 عايدة على مين؟ عايدة على فورت. اختيار ايه؟ سؤال 45 بيقول لك كل العبارات اللي فاتت دي كلها مناسبة عن واحد اسمه سامويل ميدل ما عدا مين؟ ما عدا انهي عبارة؟ اكسبت انهي عبارة؟ العبارة دي، ان هو على الارجح ان هو يكون هو المذنب في اغتيال لينكولن. تمام كده. طيب هو على الارجح كان مذنب باغتيال لينكولن. السؤال اللي بعد كده سؤال 46 بيقول لك كيف كانت او اصبحت فورت جيفسون يعني بقت ايه من سنة 1865؟ هتختاروا الاختيار بي، تقولوا بقت مؤسسة عقابية، عملوه زي مثلا سجن تقريبا، خلوه مؤسسة عقابية الحصن ده. نخش على السؤال اللي بعد كده سؤال 47 بيقول لك يلو فيفر اللي موجودة في السطر 19 مقصود بها ايه؟ ده مرض معدي. سؤال 48 بيقول لحضرتك ايه هو اللي تفهمه ضمنيا من الفقرة اللي بتتكلم عن فورت جيفسون؟ يعني تستنتج ايه؟ النهاردة بقت ايه؟ اصبحت ايه؟ هتختار الاختيار بي، ان هو مكان هادي نسبيا. طبعا الاسئله، شفت الاسئله فيها استنتاجات، مش ان انت بقى تقرا وتطلع الاجابه من الفقره زي ما كنا بنعمل كده واحنا صغيرين، لا ده استنتاجات. عشان كده بقول لك حاول تقرا السؤال وتفهمه وتحفظ الاجابه. تمام. السؤال 49 بيقول لك اين الفقره اللي وصف فيها المؤلف اصابه الرجل الذي اطلق النار على لينكولن موجوده في السطر ال 15 وال 16؟ اخر حاجه بيقول لحضرتك المعلومات اللي في الباراجراف دي، برضو المعلومات دي انت تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها الاختيار ايه، ان هي فيها تسلسل زمني، يعني احداث ورا بعض، في حتى تواريخ كتير في الفقره، فتختار الاختيار ايه اللي هي تسلسل زمني. كده انا خلصت معاك امتحان البوست، واستنونا في الامتحان اللي جاي. شكرا ليكم.